فيها؟ العيد فرحة يا سلام. يلا يلا القهوة الهبلة اللي احنا بنيجي نقعد فيها دي. كل سنة وانت طيب يا معلم تيتي، العيد فاضل اسبوع ان شاء الله. وانت طيب يا دولة. يا سلام، شايف فرحة العيد في عيون الأطفال؟ أطفال برقة صحيح، برقة برقة. يا معلم تيتي، الرعب اللي جالك ده وبرقة برقة وبتاع ده، انت كنت هتقعد على حجر يا راجل. لعلمك بقى انا ما خفتش. ما خفتش بقى، مرت ايه يعني؟ ده انت نطيت نقي يا اختي. يا عم دي بومبة يا عم. سيبنا لك انت الشجاعة يا معلم دولة يا قلب الاسد. ايه يا دولة، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ خايف عليك يا معلم تيتا، بس شفتك اترعبت يعني، وبعدين كنت هتنط على رجلي فقلت يعني. ولا سعداوي. لا معلم تيتي، مشي العيال دي من هنا، مش عارفين نقعد من صواريخهم. يعني ايه يا معلم اعمل ايه يعني؟ اكتب على القهوه بره للكبار فقط؟ لا اتصرف يعني، اتصرف يا سعداوي، ما ينفعش الكلام ده يعني، عمالين بومب بومب بومب. وبعدين انا خايف على المعلم تيتي ده، قلبه كان هيقف. ايه شفته مجعد على حجري؟ شفته انا برضو. بقول لك يا استاذ عادل، ده موسم يا استاذ عادل، العيد خلي العيال تفرح يا باشا. طب انت عارف الواد احمد ابن اختي شال النهارده يجيب 30 جنيه صواريخ؟ 30 جنيه صواريخ؟ هو احمد ابن اختك هنا ولا ايه؟ لا ما تقلقش يا باشا، هو راح يشتري شماريخ ب 40 جنيه وجاي، ويا رب يديني شمرخ منهم، يا رب يشمرخني يا رب. انا مش قلقان انا عشان معلم تيتي يعني. بقول لك يا دوله، واخد بالك اللي اشترى ب 30 واللي اشترى ب 40 واللي اشترى ب 50، ده مشروع العمر. مشروع العمر ايه؟ معقوله يعني يا معلم تيتي بعد ما تكبر في السن كده تروح تفرقع بوم بعيب؟ يا عم الحاج احنا مش هنضربه، احنا هنتاجر فيه، وكلها اسبوعين ثلاثه هو الموسم، وهنعمل مبلغ زي الفل، هنكسب جامد، مبلغ محترم. مبلغ محترم؟ ايه انت بتقول ايه؟ مشروع محترم. ايه الاحترام في اللي احنا فيه ده؟ اهلا يا معلمه خرطوش، اتاخرت ليه؟ انا قلت الزبون فرقعت المعاد. انا قلت هاجي يعني هاجي. بقول لك ايه، هي دي خرطوشه ولا دبابه؟ شوف يا معلمه خرطوشه، انا المعلم دوله صديقي، لما فكرنا نتاجر في المفرقعات قلنا مفيش غيرك، اشهر من نار على لغم. ده قلت بخيالي، الواد بارود والواد لغم. ما شاء الله، والاستاذ بارود يعني 9 مللي ولا خرطوش؟ طوله متر ونص، طالع لابوه المعلم قنبله طليقي. طليقك اخس عليه، بعد العشره دي كلها يديك بومبه. سيبك منه، ده راجل في شنج. قولوا لي على طلبكم بس يا اساتذه وانا اعمله لكم. عايزين طلبيه كبيره، ايش بومب على ايش صواريخ على ايش شماريخ، وده يبقى اول تعامل ما بيننا. وبعد كده ان شاء الله يبقى في بيننا تعاون كتير يعني، ويبقى بقى جيش وملح. هديكوا عرفتوا المكان في الخندق بتاعي، ومعاكوا العلوان، هاتوا فلوسكم وتعالوا خدوا البطاقه اللي انتوا عايزينها. هنجهز فلوسنا يا معلمه. وهنجيلك على الخندق بتاعك وناخد كل البضاعه باذن الله. اتفقنا يا معلمين؟ اتفقنا رجاله. مع السلامه. مع السلامه، مع الف سلامه. يا سلام، ست طيبة قوي يعني، وعلى مالكوا رجالة؟ انتوا اتخضيتوا كده ليه؟ ده انا بجرب البضاعة بتاعتي. احنا بنجرب رد فعلنا على البضاعة بتاعتك يعني. ما علينا. ايه انا انت وهو هلا، بلاش شغل عيال صغيره، انتوا بتفرقعوا بومب في الكافيتيريا؟ ايه يا تيسير، ما فرقعناش بومب، ما انت شايفنا مخدودين ازاي؟ بقول لك ايه، صاحب الكافيه بيقول لي بلاش تدخل عيال صغيره هنا. خلاص يلا بينا يا تيتي، يلا يلا يا دوله، يلا 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 يلا. وايه الفيلم اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده؟ فيلم فيري فيري رومانتك يا بيبي، هيتحول حالا لفيلم اكشن. يا رومانتك. بوسها بوسها بوسها. انتوا انا مش فاهم يا ماما، ايه وعندنا في العيله ايه حكايه ان حد يقعد على رجل حد لما يتخض ده يعني؟ بقول لك ايه عادي، قول لبنتك كده عيب، عيب قوي. والله ما انا يا ماما، والله ما انا. مفيش غيرك اللي عملت كده. مش هي مش هي مش هي، نزلي ايدي. امال مين؟ مش هي، انا اللي رميت صاروخ. جامي يا عادل، بوركوا تشوف فيك تشوسكم ذا وايه جي تقعدي على رجلي تمام، ده في حصان المنظر دوت، انت ليه بتعملي تخفيفات كده يا عادل؟ انا كنت بهزر معاكم يا جماعه، كل ما في الموضوع ان انا خلاص نويت اشتغل تاجر في البومب والصواريخ، وبعد كده هبقى ايه بقى؟ جامد جدا في الاسلحه التانيه. بومب؟ هتبيع بومب يا عادل على اخر الزمن؟
طب يا اخويا ما تعمل نصبة خشب بقى وتنفخ شوية بلالين وتلبس لك جلابية مقلمة وتسرح في المولد. طول عمري كلامك زي الرصاص يا سناء. لعلمك بقى اصلا تجارة البومب والصواريخ محرمة دوليا، وعشان تبقى فاهم لو عملت كده ممكن يقبضوا عليك في مجالس امن الدول كلها ويدخلوك السجن علشان ده غلط. مجالس امن ايه رانيا؟ هي اسلحة دمار شامل. ده بومب يا حبيبي. برافو يا بابا، عشان في العيد ابقى اشتري منك بومب ببلاش. اشتري مني بومب ببلاش. عموما يا ستي في العيد هديكي بدل العيدية شوية بومب وصواريخ. وانت بقى جبت الفلوس اسم الله منين بقى اللي هتعمل بيها المشروع بتاعك ده؟ المشروع خلص خلاص يا ماما، وانا نويت ان انا ابتدي باذن الله، ومعايا بقى المعلم تيتي دفع مبلغ محترم وهبدا بدايه قويه. بابا ممكن تشافيه معاك صاروخ؟ صاروخ مش عارف معايا ولا معيش. ايه ده؟ ايه يا علي؟ ايه الصاروخ لا يزال في جيبي. يلا يلا هيمة، يلا يلا ميزو، طلعوا الخضار ده كله من هنا اهو عشان نخزن الذخيرة. يلا ايه ده يعني ننقل الخضار ده كله؟ ايوه يا ابني انقل الخضار ده كله، بقولك اخزن ان هو مكان الخضار الذخيرة. يلا اتكلوا على الله. طب والبصل ده هنسيبه ولا نشيله؟ البصل ده بالذات سيبهولي، لان البصل يعتبر قنابل مسيلة للدموع. يلا ها دول احنا كده دخلنا في الجد، ناوي تعمل ايه؟ ما تقلقش عيب، انا مختار لك احسن اتنين عندي هيشتغلوا في عمليه تسويق الذخيره. انت تشغلني؟ هو في عندك غيرهم؟ طب ما دام انت عارف سايبنا نكدب ليه تيتي، ما تكتم نفسك يا عم. كله تمام يا استاذ دوله، الخضار كله هيتنقل للمطعم والحمد لله ما فيش ولا زبون في المطعم. اه طبعا انت فرحان ان ما فيش ولا زبون، بتموت في خرابها وانت انا بتاكل الشغل. ياض انا عايز مصلحتك يا استاذ دوله، مش احسن ما تبوظ من ركنه؟ وبعدين لو سبناها هتبوظ من ركنه. يا سلام يا سلام، المهم انا عايز كله يتنقل ما عدا البصل، فاهمين؟ حاضر يا استاذ. طب والكراتين دي هنعمل بيها ايه؟ الكراتين دي هاتها لي بقى عشان نفتحها ونشوف هنعمل فيها ايه. هات لي كراتين، حطها هنا عند رجل تيتي. ايوه عشان لو فرقعت فرقع فيه. ايه ده يا استاذ دوله؟ ايه ده هنعمل ايه بالبومب اللي جوه ده؟ البومب ده هنحطه على السلطه، بس تقطعه كويس وانت بتفق. ايه ده هنعمل بيه ايه؟ هتسوقه يالا كل الذخيره والبومب والحاجات دي انت والواد هيما. ايش طب بص بقى يا استاذ دوله، احسن مكان يبيع بقى فيه الحاجات دي هو سوق السلاح. لا احسن مكان بقى نبيع فيه الحاجات دي سوق السلاح. ربما الواد ده عبيط صح؟ لا مش عبيط ولا حاجه، هو ده يعتبر البرينتر بتاع المحل، يعني على طول بيعيد الكلام بعيد كده، ما تشغلش دماغك انت بيه على طول كاسفنا كده. ايه ده طب والصواريخ دي بقى هنبيعها فين؟ دي بقى ما تبيعهاش في سوق السلاح لسبب بسيط جدا، ان الصاروخ ده عباره عن ايه، الراس بتاعته حمراء، فده هتتسوقه ان شاء الله في الزاويه الحمراء. اشمعنى يعني الزاويه الحمراء؟ اهو البوز بتاعه احمر وهو بيمشي بزاويه وهو طاير. فاهم يا دود؟ امال ايه يا ابني، فاهم كل حاجه. شاف الصاروخ الازرق ده هنوديه فين؟ فين؟ هنوديه الزاوية الزرقاء. هو في زاوية زرقاء؟ الصاروخ عادي. اه معلمة خرطوش. بصي حضرتك دلوقتي البومب ما بيضربش. ايوه والصواريخ كمان مش شغالة. يعني ايه؟ يعني بقول لك الصاروخ نفسه مش شغال، يعني بيضرب تاني يوم يكون العيد خلص. يعني ايه ما تجيش دعوة؟ خلي بالك انت كده بتولعي في فتيل عمرك يا معلمة خرطوشة. اه يا خرطوش انت بت، انت بت يا خرطوشة. طمني قالت لك ايه؟ قفلت السكه بنت اللذينه دي، ما طلعتش خرطوشة، دي طلعت يا سيدي بندقيه رش. يا خرب بيتك يا تيتي، ضاعت فلوسك. هلا ميزو، ايه الاخبار؟ يلا اتفضلوا خدوا بضاعتكم، الناس في سوق السلاح كلت وش يا استاذ. لا بومب شغال ولا صواريخ بتضرب، ده البارود اللي جواه مده صلاحيته منتهيه. يعني ايه؟ وريني بومبا كده نجربها. خد لك ساتر يا ميزو. ساتر مين انت بتحلم؟ ما ضربتش فعلا، كله بايظ كله بايظ. يمكن عايزه مثلا حاجه لينه، لان الارض هنا سيراميك فممكن تبقى جامده، حاجه تاخد وتدي معاها. وريني دماغك كده يا تيتي، وريني. يا عم اهدى بقى، يبقى انت بالبومب عليا. هلا هيم، ايه الاخبار يالا؟ مفيش اخبار بقى يا استاذ دوله، انا لقيت ميزو راجع بالكرتونه رجعت وراه. انت بتعيد الحركه كمان، مش بتعيد الكلام وبس. انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه معايا. انا اهو نجرب الصواريخ. اوعى على انت وهو، نجرب الصواريخ نشوف هتعمل ايه. ادي الصاروخ اهو يا سيدي، ورينا. اضرب اضرب، ابوس في ديلك اضرب. مش هيضرب يا جماعه، مين اللي عليكم تشتروا الحاجات دي؟ المستورد هو اللي شغال اليومين دول. انا اعرف بس مين خرطوشه دي. ما هي دي اللي نعرفها. ما تقول كده بس يا تيتي، تعرفها مين بس؟ معلش معلش، اهدى بس يا معلم ميزو، اهدى لرفيدك يالا. روح انت وهو، خش على مكانكم، خش على مكانكم. معلش يا تيتي معلش. ولا محتز،
انت تعرف حد شغال في المستورد؟ المعلم كلاشينكوف ابن جيفارا. ابن جيفارا؟ باين من اسمه فعلا انه بتاع مستورد. ده انا معايا تليفونه كمان. كمان معاك تليفونه؟ زي الحلاوه دي يا لميزو. انا مش عارف اعمل معاك ايه، مخصوم منك 7 ايام يا حنين.